دكتور حمدي التونسي، دكتور في تربية رياضية. أهلا بكم في البطولة العربية 16 للشباب والشابات. البطولة العربية هتقام في استاد القاهرة من يوم 23/4 ل 26/4. النهاردة تكنيكال ميتينج لتحديد المسابقات والإيفنت للاعبين واللاعبات، وبعدين الانترفيو المؤتمر الصحفي. البطولة العربية من أقوى البطولات الخاصة في ألعاب القوة، متخصصين فيها دكاترة التربية الرياضية ونخبة من أساتذة الوطن العربي في ألعاب القوة، مشارك فيه منتخب الجزائر، منتخب العراق، الكويت، البحرين، السعودية، ليبيا، لبنان. والبطولة تبدأ فعالياتها بكرة إن شاء الله الصبح يوم 23/4، والنهاردة التكنيكال ميتينج، ودلوقتي فعالياته خلصت.